مواصلة للحملة الشعبية التضامنية مع الفلسطينيين في محافظة أبين، شهدت مدينة لودر تظاهرة شعبية حاشدة شارك فيها أبناء مديريات المنطقة الوسطى تعبيرا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم. طاف المشاركون في التظاهرة الشعبية التي نظمت بدعوات من مجموعة شبابية شوارع مدينة لودر، رافعين فيها الأعلام الفلسطينية ومنددين بالمجازر الإسرائيلية والأعمال الإجرامية بقصف المدنيين وقتل وجرح الآلاف من الفلسطينيين. اليوم أبناء المنطقة الوسطى حرضوا في هذه الرحلة التضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمبادئ الجمعية، حيث أن القوات الإسرائيلية تهد المباني على ساكنيها. ومن هنا نناشد كل الشعوب العربية بالمساندة بكل الغالي والنفيس لدعم الشعب الفلسطيني جراء هذه الهجمة الشرسة التي يشنها الكيان الصهيوني على أبناء ونساء وشيوخ فلسطين. في ساعة العرض في لودر وقفة تضامنية مع أخواننا في فلسطين لما يتعرضون له من أبادة جماعية ولما يتم قتلهم وتدميرهم بكل الأسلحة المحرمة والأسلحة القوية. فنطالب كل الشعوب العربية أن تقوم بوقفات تضامنية مع أبناء فلسطين حتى يصل صوتنا إلى أقصى مدى ويصل صوتنا إلى الجميع، ونرجو من قادتنا وحكامنا أن يفتح المنافذ والمعابر. نعلم بأن الأصوات لن تحقق مرادها، ولكنه كأضعف الأيمان أن نتحدث بأصواتنا. كما جرى تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية معها لغزة، ألقي فيها عدد من الكلمات التي نددت جميعها بالعدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وما يرتكبه الكيان الإسرائيلي من مجازر وجرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني راح ضحيتها عشرات الآلاف من النساء والأطفال والشيوخ، وهدمت المنازل فوق رؤوس ساكنيها ودمرت البنية التحتية المرتبطة بالحياة اليومية للفلسطينيين. وتخلل الوقفة الاحتجاجية التضامنية إلقاء عدد من القصائد الشعرية المعبرة عما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من عدوان وحشي وحصار جائر في ظل تخاذل وصمت عربي وإسلامي يعجز عن تقديم أبسط متطلبات الإغاثة لشعب يتصدى بشجاعة للعدوان والحصار.